خالد، فيما يخص الطايره الجوانب الايجابيه شويه، النهله الحقيقه كانت كابتن نهله سامح كانت معانا امبارح، وكانت حلقه الحقيقه جالي عليها ردود افعال كبيره جدا وكثيره جدا، الاحترام والادب والاخلاق والانتماء كل حاجه. بنت النادي الاهلي بشكرها على تعب السنين، شالت كتير، استحملت كتير، هي قالت لي كانت هتبطل السنه اللي قبلها وقعدت سنه زياده عشان هي قيمه كبيره. اوكي. قيمه كبيره في الادب والاحترام. اوكي. وده ولاد النادي الاهلي. يعني بطولات، انجازات، لكن احنا استفادتنا منها. ايوه. تكون في مرحله جايه هنستفيد منها، كادر مهم جدا جدا بالنسبه لنا. ايوه. لان ولاد النادي اللي هم الناس دايما تقول يعني ايه ابن النادي؟ ابن النادي ده اللي اتربى في النادي، اللي عارف تقاليد النادي وقيم النادي. ده اللي لازم نتناقله. يا كابتن دوس على الحته دي، نتناقله. هيبقى ليها دور مع حضراتكم الفتره ليها دور. اللي جايه. ليها دور. بص، اي لعيب في النادي الاهلي هيخرج اخلص للنادي الاهلي هيبقى ليه دور جوه النادي الاهلي. اوكي. لازم، بص، عشان نقدر يستمر منظومه النادي الاهلي، لان هو ده اللي بنتناقله على مدار من جيل التاريخ. لاخر. من جيل لاخر. الاحترام، الالتزام، صحيح، المبادئ، هو ده النادي الاهلي. دي عظمه النادي الاهلي. فاكيد ليها دور، ودور مهم جدا جدا جدا، وان شاء الله تكون كادر كبير جدا في النادي الاهلي، وباذن الله نتمنى التوفيق في حياتها باذن الله اللي جايه. يعني اللي جايه ان شاء الله.